هذا تفضل يا شيخ، تفضل. ما حكم استعمال أشياء حرام لنصرة المذهب أو الدين؟ لا حبيبي، ما حكم استعمال التقية؟ ما حكم استعمال، وخلي بالك، حكم الكذب؟ ما حكم استعمال معجون السنان؟ ايه رأيك؟ ما حكم استعمال مكنة الحلاقة؟ ايه رأيك؟ عندنا سؤال لو سمحت حكم يتيم كده، استعمال تطوير معلش الإيميلات. يعني عندنا سؤال يتيم كده محتاجين منك ان انت تجاوبنا عليه لو سمحت. السؤال ألا وهو: هل نحن بحاجة إلى القرآن الذي مع المهدي الآن أم لا؟ الآن أيوة، نعم، نحن بحاجة إليه. إذا كنا بحاجة إليه فلماذا اختفي مع المهدي؟ لأنه حينما اختفي رأينا ضلال الأمة، لكي يثبت الله أن آل البيت لهم الحق على هذه الأمة، طب هو معلش وبدونهم يعني هو سيضلوا. أخفاه، معلش يعني واحدة واحدة، هو أخفاه عنا وأخفاه عن الشيعة ولا أخفاه عنا بس لو سمحت يعني عشان أبقى فاهم يعني. أخفى عن المسلمين. لا مالكش دعوة، مالكش دعوة، لا إحنا في حاجة اسمها سنة وفي حاجة اسمها شيعة. فهو دلوقتي الناس الوحشين اللي هم السنة أنكروا ولاية الإمام المهدي وأنكروا ال 12 والكلام ده كله، فالمفروض إن هو يخفيه عنا إحنا. لماذا أخفاه عن الشيعة حبايبه شيعته؟ القرآن الذي عند المهدي نفس القرآن الذي عندنا، فقط فيه تأويل. ياه، مش انت من شوية قلت نحن بحاجة إليه؟ يعني نحن بحاجة إليه ولا مش بحاجة للتفسير؟ نحن بحاجة لذلك التفسير، صحيح. جميل قوي. طب احنا اهل السنة يا جماعة بنقول لك خد التفسير ده وبله واشرب بيه ميته، نحن لسنا بحاجة إليه. فاحنا خلاص مشكلتنا كسنة اتحلت الحمد لله رب العالمين في كلمتين: بل التفسير ده واشرب ميته مرتين الصبح واتنين بالليل، تمام؟ ها، لكن هنا بقى إذا السؤال: كنت أنت لماذا قلت أخفى أنكم لا المهدي، معلش تحتاجون إلى معلش واحدة القرآن، واحدة واحدة إلى واحدة، القرآن الذي السؤال عند هنا، المهدي. السؤال هنا: لماذا أخفى المهدي التفسير عن الشيعة؟ أعيد سؤال، لم أسمع. لماذا أخفى المهدي التفسير عن الشيعة؟ أنا أصلا لا أؤمن بغياب المهدي، أنا أصلا أنت لا تؤمن بغياب المهدي؟ أمال هو فين؟ لا أؤمن بالمهدي، أؤمن بالمهدي الذي عند السنة. أها يا ابني، أنت إيه؟ أنت مرة أبيض ومرة أسود؟ أنا آخذ الذي جاء به رسول الله. أها أنا لا أكره أبو بكر، أوقرهم لأنهم صحابة رسول الله، فقط أفضل علي عليهم. فقط طب وانت، انت بقى مين بقى؟ انا عايز انت يعني انت داخل معانا ليه؟ ما تدخلش معانا يا ابني، لان اراءنا افضل من رايك، فداخل معانا ليه؟ أنت الذي تتكل على هؤلاء المفسرين، أنتم تختلفون في يا آيات باشا سيبك عديدة، انت بس، سيبك، لا آيات لا لا الوضوء سيبك من مختلفين المفسرين يا باشا، فيها. احنا بنتكلم دلوقتي واحد لواحد، راجل لراجل. انت رايك ايه؟ معلش يعني أنا رأيي أنكم يجب أن تعتمدوا على آل البيت في دينكم، لأن ماشي الرسول ماشي، قال وانا تركت فيكم موافقك ما إن نعتمد على تمسكتم اهل به. البيت، ماشي وانا موافقك، وانا موافقك والله، بس نمشي واحده نعم واحده، خلينا عقلاء، خلينا عقلاء. نعم انا من اللحظه دي دخلت نعم التشيع، من اللحظه دي دخلت التشيع، ركنت كل تفاسير اهل السنه الجماعه وكتب اهل السنه الجماعه، وعايز انهل من علوم اهل البيت. قول لي الطريقه الصحيحه نعم اللي اخد منها طريق اهل البيت وعلم اهل البيت، ما هي الطريقه الصحيحه؟ اتفضل. أن تتبع ما جاءونا به جميل قوي، من فتحت أحاديث الكافي، وأقوال شوف انا عليه. ماشي معاك ازاي، فتحت الكافي خلاص. نعم انا ركنت كتب السنه، واول كتاب وقع امام عيني على ناظر، تمام، هو كتاب الكافي. فلما فتحت كتاب اعرض الكافي، الأقوال إن اسمعني كانت بس تلائم قول الإمام. يا باشا، نعم اسمعني أنا أسمع. اسمعني يا باشا، فلما فتحت كتاب الكافي مش عارف الصحيح من الضعيف، فكيف اعرف الصحيح من الضعيف؟ يعني كيف اعرف ان اقرأ الحديث السند. ده مكذوب على اهل البيت والحديث ده بالفعل قاله اهل البيت؟ انظر في المتن. نظرت في المتن، وبعد ما انظر في المتن يعني إذا كان هذا قول
يلائم قول الإمام فهذا من عند الإمام لا شك. إذا كان هذا القول يلائم قول الإمام، طب وأنا أعرف منين قول الإمام؟ ده أنا لسه بفتح الجلدة بتاعت الكافي عشان أعرف قول الإمام، هو أنا أعرف منين قول الإمام قبل كده عشان لأن أعرفه الإمام دلوقتي؟ يقول أشياء منطقية، لأنه يقول أشياء فيها نورانية منطقية. أشياء فيها منطقية وفيها نورانية. أه ماشي، واحدة واحدة. يعني أنا دلوقتي مثلا فتحت في الكافي باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولو كان كيف كان، ويعلمون متى يموتون وكيف يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. لا، أنا لا أتفق مع هذه الرواية، أنا معك، لا أتفق مع هذه. ما هم قالوا إن الروايات ديت منسوبة لأهل البيت، ما أنا أعرف إزاي إن الروايات ديت هي بالفعل كلام أهل البيت ولا مش كلام أهل البيت؟ أعرضها على القرآن الذي بين أيدينا. ازاي اعرضه على القرآن؟ يعني اخد انا الانسان الضعيف اللي مش معصوم اخد كلام المعصوم وانا اللي اعرضه على كلام على القرآن؟ طب يبقى ايه فايدة المعصوم؟ طب ما خليني في القرآن وخلاص. إذن سنصبح قرآنيين كما الله، تقولون انتم اللي قرآنيين بتقولوا، يعني انا ايه دار اللي لي. يخليني كل شوية اخد حديث واروح واخده وعرضه على القرآن؟ طب ما نخليني في القرآن وخلاص. انا بتكلم بفهمك انت. وأنتم كيف تصححون يا باشا الأحاديث سيبك مننا عندك؟ احنا خلاص بقى قصتنا انتهت. انت احنا لينا تصحيح، احنا لينا اوبشنات غيركم، يعني الاوبشنات بتاعتنا وطرقنا غيرك، غير طريقك انت. فانا دلوقتي انا مشيت معاك فقودني الى الصح. انت راجل دلوقتي بتقول انا تابع لاهل البيت، ففتحت الكافي معاك فاحترت، فلما احترت قلت لي خد الروايات واعرضها على القران. اذا كل شيء موجود في القران؟ هتقول لي اه موجود في القران. طب لما كل شيء موجود في القران، ايه اللي يخليني اصلا اروح للكتب بتاعت اهل البيت؟ الو، الو، تقريبا راح يدور على الكافي او يمكن راجع السنة. طب انا غلطت في حاجة؟ ده احنا لسه، يعني ده احنا لسه في اول باب في الكافي. يا هم دول متشيعين مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. هم اللي بيتشيع بيتشيع عن موقف مش عشان عقيدة. يعني مثلا اللي بيتشيع ياخد موقف من عمر مثلا، اللي بيتشيع واخد موقف من معاوية، اللي بيتشيع مثلا واخد موقف من يزيد، اللي بيتشيع مواقف لكن مش عقيدة، مش عقيدة. لذلك انت في اول محطة بتلاقيه يسقط. وعلى فكرة احنا ما تناقشناش نقاش علمي، ده انا لسه بقول له اعمل ايه. طب انا دخلت دلوقتي التشيع اعمل ايه عشان اعرف ان كانت دي روايات اهل البيت ولا مش روايات اهل البيت؟ الله المستعان. ألو الو، اتفضل. ألو يا شيخ، والله إني حرص أذهب عند شيوخ شيعة، أجدهم أغبياء، أجد في السنة مواقف لبعض الصحابة، أقول لما يفعلون هكذا، والله إني حرص. يا ابني مش انت اللي أنا كنت الذي مشيع كنت من شوية؟ أتكلم من قبل. مش انت اللي كنت مشيع من شوية؟ نعم، أنا ايوه. لم أجد جوابا صراحة. لا أؤمن بالعقيدة الشيعية كاملة، السنة جميلة، لكن مواقف بعض الصحابة سيئة جدا. زي ايه كده المواقف؟ زي ايه؟ طيب اتفضل، لعله عسى ربنا يهديك. اتفضل. مثل معاوية، لماذا لم يرد الخلافة شورى؟ طب معلش، يعني هاك لو درهم يا افترضنا، مصطفى، لو هاك افترضنا درهم اشتري بيها كيلو لوز. سكتنا على خلاص. هي زوجتك متشيعة؟ هي زوجتك متشيعة معاك؟ لا، لست لس أنا من عائلة ليست شيعية، أنا سني، طب بص يا ابني، أنا مجرد شاب، أنا عمري 18 سنة. طيب ربنا يهديك ويصلح لك حالك يا رب. بص يا ابني، آمين. لو ان معاوية اخطأ لما الحسن تنازل عنه، ولو ان معاوية اخطأ لقاتله الحسين، فلماذا الحسين ترك قتال معاوية وقاتل يزيد؟ يعني دي مش عايزين نفكر، المفروض نفكر فيها. لو أن معاوية به شيء لما تركه الحسين،
لقاتله نعم أولا ثم بعد ذلك قاتل يزيد. إذا الأشياء التي رآها الحسين في يزيد لم يراها في معاوية، تمام؟ نعم طيب، كل بقى ده، تلك أمة قد خلت لها ما لا ما كسبت كسبت ولكم ما ولكم ما كسبتم كسبتم ولا تسألون عما ولا كانوا. إحنا ما تسألون كناش في عما زمنهم، كانوا. إحنا إيه المطلوب منا نعم كمسلمين؟ الأخطاء، حتى لو هناك اتباع منهج أخطاء، النبي. نعم حتى لو هناك أخطاء وقع فيها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب منا إيه؟ مش إن إحنا نشهر بالأخطاء ديت، المطلوب منا إن إحنا نجتنب بعد ذلك الأخطاء اللي وقعوا فيها، تمام؟ أنا ضربت مثال جميل جدا، نعم ماعز والغامدية. ماعز صحابي والغامدية صحابية، ومع ذلك زنت وزنى، تمام؟ هل نعم نقعد نشهر بماعز والغامدية؟ لا. هل نطلق عليهم لا كده لا لن الزناة؟ نستفيد شيئا. برضو لا، ولكن نستفيد. ما هي الأخطاء التي وقعوا فيها نعم التي أدت في النهاية إلى الزنا؟ صحيح، يبقى نشوف الأخطاء اللي وقعوا فيها نعم ونجتنبها. طب هم وقعوا في الزنا، نيجي نرجع نقول إيه؟ ده دول صحابة وقعوا في الزنا، فما بالك إحنا؟ فده ما يديناش إن إحنا إيه، نقع في الزنا، لا. ولكن لو وقعنا في الزنا والعياذ بالله، نقول والله ده أفضل مننا ووقعوا في الزنا، فنرجع إلى الله عز وجل. يعني ما تبقاش هذه نهاية المطاف، لا نقنط من رحمة الله. صحيح ولا مش صحيح؟ الحرب اللي دارت بين صحابة صحيح النبي صحيح صلى الله عليه وسلم أثناء الفتنة، إحنا مش نقعد نشهر بيها، إحنا نشوف إيه الأخطاء اللي وقعوا فيها ونجتنبها. ولا مش مظبوط؟ صحيح أخطاء وقعوا فيها مظبوط بالفعل، في أخطاء وقعوا فيها ونجتنبها، هو ده المطلوب، هو ده قراءة الأحداث كده. مش إن أنا آخد الأخطاء بتاعتهم وأشهر بيهم أو أشتمهم أو أقعد طول النهار أقعد أسب وألعن فيهم. دي نقطة. النقطة بقى الأهم، شخصية علي بن أبي طالب. أنتم تقولون أو الشيعة يقولون أنها من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حق؟ تنازل عن دين؟ تنازل عن دعوة؟ تنازل عن رسالة؟ لا تنازل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله، لا عندما ضيق الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في مكة، هاجر إلى المدينة وأمر أتباعه أنهم يهاجروا إلى الحبشة، وبعد ذلك التقوا إيه؟ في المدينة. فعلي بن أبي طالب هو نعم الإمام، ولا هو يمكن أن الخليفة. يضيعوا ذلك الدين كله في بعد هل وفاة النبي، تلك الهجرة وتلك وذلك إنفاق المال، لا يمكن أن يضيعوه حبا في الدنيا، وهم الذين كانوا أن يقتلوا بالظبط؟ كانوا أن يقتلوا، يعني فكيف هل علي شخصية علي بن أبي يضيعوا طالب دينهم؟ تتنازل عن إمامة؟ شخصية علي بن أبي لا طالب لا الشخصية الجبارة دي تتنازل عن إمامة؟ والله كلا. إضافة إلى أنهم يقولون ترك عمر يضرب زوجته، علي لن يترك عمر يضرب زوجته. ده عمر ما يعملها اصلا، يعني عمر ما يعملها، يضرب فاطمه نعم رضي الله عنها وارضاها. ده اراد الانتساب أولم في يوم من يقولوا الايام، اراد أولم الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من فاطمه، يروح يضربها؟ نعم ولا علي بن ابي طالب أولم يسكت على يكن ضربها؟ المسلمون ليدافعوا عنها طيب 120 الف خرافات. صحابي، هل تتخيل 120 الف صحابي في يوم وليله او في شهر او في شهرين يرتدوا من بيعة علي لأبي بكر لبيعة أبو بكر الصديق؟ إزاي 120 ألف صحابي نعم اللي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هاجروا، اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يرتدوا من بيعة لبيعة؟ لا، يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط. نعم نعم فالله المستعان. فقراءة أنا آسف، الأحداث، قراءة أنا الأحداث آسف لابد يا تكون شيخ قراءة على واعية. قولي في الإيميلات، والله إني تبت والله الله أكبر، الحمد لله والله. والله فقط والله هؤلاء شيوخ ضللونا، والله هؤلاء الشيعة. الله المستعان، سبحان الله يا أخي، بتتغير سبحان الله يا أخي. كان شوية، كان من شوية سبحان الله كلام، وتحس إن هو مش مفهوم، لما رجع والله للسنة تاني لأنه تحس إن هو بقى راجل وقور وبقى بيتكلم كلام مضبوط.
سبحان أنا الله. آسف يا شيخ، هناك ضجة، فقط أقول لا لا لا، من مكة، دول أستغفر أصوات الله على عيالنا ما يعني، كنت ما فيش أقول مشكلة إن شاء الله. في الصحابة، وأسأل الله أن يحشرني معه. اللهم مع آمين، اللهم السلامة يا آمين. شيخ. مع السلامة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والله.